الملل وليده. انت ولاد فوزية جارتنا. فوزية مرات عبد السميح هذا. تعال يا لينا هنا. اش حالك يا بطل؟ كويس. تحك في عمه في التلفزيون ديما. نحك فيك والله. والله شنو نشوف فيك تطلع ديما لك لما تطلع تغمض في عيونك وترمش فيه. انا ما تغمض فيه ترمش فينا. ما هو لا التغميض هذا هو التغميض دور التغميض. التغميض هذا من الكاميرا هذا الضي بتاع فارس. قول لعمك الشتاوه اللي كتبت له اللي قلت لي بعد يجي نقولها له. عرك في العين عرك في العين وين يطيع عرك في العين ما فيها الا سبعة اثنين. عرك في العين عرك في العين وين يطيع عرك في العين ما فيها الا سبعة اثنين. عرك في العين ما شاء الله وصلت على النبي وحويته. امشي روحنا لك. امشي انا عن بوح بوحنين. امشي عليك في العين عليك في العين ما فيها الا سبعة اثنين. تلعين ما تكيني منهم العيال الجيران ما عادش خليهم يجوا. شنو يقصد بيها سبعة اثنين؟ يقصد بها الشرعية متاعكم اللي انتهت. شرعية انتهت؟ انتهت والله أني قاعدين والله ما أنا متحركين قاعدين شاء من شاء وأبى من أبى. ولا تفوزي هذا أبو بوفيت. شو تبحت انت؟ عدى روح العيد. عدى ما لزيت عيد. ولد فوزية. ولد فوزية. حبوب وفيت. ما عادش تجيبي لي عويل هنا، فهمتي ولا لا؟ عيال ما عادش نبي هنا. وبعدين فكيني من الملفات اللي تعرمي لي فين. ما عادش تاخذي ملفات من حد. شو بندير باي؟ ما يجيبوا فيه لي عند الحوش. انت حشم منهم انا راك. يا ولية ما عادش تاخذي ملفات من حد. متقلديني في الفيسبوك. ما في قط فاطس وما حطوه فيا. شن قايلين عليك؟ كلام واجد. اي شنو؟ سحار ما سحار. شلواش ما شلواش. في قيمة. كلام وشعر. يا شلواش دونك لنا، يا شلواش نبو الحل، والله حل. وشعر واجد. يا شلواش راهي راحت في المشماش. سيب موضوع التل ومسكوا فيا انا. يا ريت ان الصبايا كل ما يحقني يقول لي شنو حال الفقي. والله صح. ها؟ وتمشي انت للفقهاء؟ لا ما نمشي يا راجل. هن اللي كل ما يحقني يقعد يلقحن في الكلام. والفيسبوك هذا مدره لي كبدينا. الفيسبوك هذا زي الخلاط اللي ديري فيه في الحليب والتفاح. اللي درت فيه امس الهريسه العربيه. ايوه بالضبط نفسه. يخلط في الناس في بعضهم والله. وكذب كله. واحد يمت ناشر صورة ولده عيل مشدك خشمه كبير حول. خذي لك عد من التعليقات والنفاق والكذب. ما شاء الله في الفيس. ما شاء الله وسيم طلع البوه. ايه الحلاوه دي. ما شاء الله ربي يحفظه يا نجيه. كذب كله كذب في كذب. مهنقر حتى انا نبي نخش عليه. خش على من؟ هو على الفيس. لا رد بالك خطيه خيل لك. رد بالك هذا من راحتي. ليش فكيك منه؟ باهي قول لي انت فيس شن معناها. فيس شن معناها؟ شن معناها يعني فيس؟ يا الفيس هذا ما الفيس هذا الدولي الى فيس. الفيسات علينا جيت الفيس من هنا وثبت منها ارقام سريه ودنيا. اي شن معناه يعني كيف فيس؟ فايش يعني كيف ما تقولي وجه. وجه يعني خرطوشو. مش خرطوش وجه يعني وجه الكتاب يعني خليقة الكتاب. نريتك ديما داك وجهك فيه. ولد فوزية. ولد فوزية. أبو بوفيت. أسمع يا جماعة. نعم. نحن لازم تبقى لحل قبل ما نخش الجو الجلسة. ايش رايكم؟ ما فيش مشكلة. أنا شاك إن فينا حد ينقل في الكلام اللي يصير بيننا. مش أنا أكيد ما هو مني.
وانا مش انا. ايه امال امال الحاجه بالراديو. اسمعوا، في صاحبي جاي يدير لقاء مع واحد منا. منو اللي يدير معاه اللقاء؟ انا رايي الحاج بالعيد. الحاج بالعيد متحدث جيد ومخضرم، لسانه طويل. برا روح هذاك مركب الدفوري، برا روح فنقري. وشنو فيها من مركب؟ نسوقوك اعلاميه. لا 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 سوق روحك يا بابا، فهمت سي ولا؟ واحد يقول له كلمه هيك ولا هيك ولا كذا ولا كذا يشدوها عليك يقرقزوا بيه في الفيس. باهي والله ما تخافش يا رجل، لا يقرقزوا عليك لا شيء. لا 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 يا بابا ما بنشوري وكل، مش هذاك قال له تل ما تلو شدوها له. ويا اخي داروها لي حتى ذكرى سنويه. بالي ما داروها عطلة رسميه. لا راعي ولا مرتوع، خوفي يا ضان تقلي. هيك حال أغلق ويتضى معلقني راكبات في كبياب يا ضان. حسسونا أننا نحن سعي مش بشر. بك من هذمة؟ كان يكتبوا فيها الفيسبوك والله العظيم حالة. ومشكلة واحد أشوفي كم دين الإعجاب، 356 إعجاب، يعني 356 واحد موافقين على إنهم من عاجب. كلام الفيسبوك ما تعدلش عليه، صك هذا. لا أنا ما مش معدل عليه والله، حتى أني، لكن وجدتني عند كلمة شلواش ما شلواش، شلوش ما شلوش. شلواش؟ شلواش منو شلواش؟ كيف منك سمع شيء أنتي؟ لا والله. لا لا. شلويش ما شلويش، الدولية شلويش، العرب كلها شلوش ما شلوش ما من هلا والله برضه ما حتى. شنو عندنا اليوم؟ عندنا عندك لقاء اليوم مع وزير زيمبابوي. زيمبابوي؟ لا لا لا، زيمبابوي ما زيمبابوي، زيمبابوية هذا ما فيه مش فايدة، غير جو هنا يحلموا فينا وخلاص. فوتي شنو أخرى؟ وفد من البرلمان البولندي اتصلوا بيها يبوا لقاء معك. الحمر سلميني عليهم صحيح. اللقاء يبوا هنا ولا في بولندا؟ هنا طبعا. قولي لهم خليكم غادي توجيكم. لان هنا الظروف الامنيه ما يساعدناش راه. وبعدين هم اكيد يبوا سكير وما سكير، ومنين بنجيب لهم سكير انا؟ معلش ما تاخذنيش انا ندوي في دواء واقعيه عاديه. موضوع عادي. موضوع شنو واقعي شنو؟ موضوع السكير ما السكير هذا ما شنو عندنا اخر؟ عندنا لقاء مع شيخ مشايخ الشيوخ. عليه نقلة مش عادية، من بولندا الشيخ مشايخ الشيوخ. وشيخ مشايخ الشيوخ هذا منين بلط اسم الله الكريم؟ الله اعلم، هذا يرجى فيكم مع شيخين اخرى. وما يرجاش شيخ مشايخ الشيوخ هذا اللي نزل لبولندا ونجي؟ راينا تجتمع بهم هم الاولين خير. صح مزبوط، مرات تقلدوني على الفيس كلامك انت. لا 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 شيء بعضهم لا يعرفوا فيس لا يعرفوا شيء. الله تينا اللي هنا محوتك تعلمت. لا حي الشياب اللي انت هزي عليهم يعرفوا كل شيء. لا خشوا عليه حتى هم تقروا لك قرايه يفاسب السوسار. انا بيدي هذا راي اقطع معاه من حيمي من الاول، تمديد ما تمديد لا ممكن. ايوه راح ياكلك بالكلام، النواب هضم يعدو والتنفاضية على قول الشباب لكلك. هل هل ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا اسمه يا ولد وادي ما شاء الله. أنا رأيتهم يا بي مسكين في المؤتمر، مش منهم خشرة. همد صحيح، وحياتك ما ياخذ إلا لكلك على وذن وذنه، واللي ما يجيبها لسان يجيبها العكوز حياتك. أيوه. حمر عيونك وغلط صوتك، إن كان هو سراكته يخاف منك. حياته غير طب قدامي بس، هي حياته غير طب قدامي، نحط له عزافي في شكفه، هي نعم، نسلف الكلام ده. إي والله ما اخترناك وخليناك شيخ الشيوخ إلا عارفين إنك تهني. شوخناك وشوخ فيها. إي نعم يا شيخ مش شيخ الشيوخ، تفضل. رأيت ياس، المشلوحة ما تعفنش، هي نعم، وحمرة في الوجه ونغصة في الخاطر. احنا جايين هنيه هي شغلنا حل بليده. اسكت انت ما تتكلمش،
اللي يتكلم شيخ مشايخ الشيوخ شخ 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 شوقنا علينا هو اللي يدوي يتكلم. اسكت انت بس. البلاد راحت في 60 داهية يا رجل. علي اللي من البلاد راحت في 60 داهية وانتو ما درتو لنا شيء. امغار نقعد هنا في هالهوتيل؟ اي نعم يا سيدي، تاكلوا في اللحوم وتاكلوا في الحلويات وتشربوا في القوازيز ونحن نعانوا حرب وضرب وتبشير وسرقة وهند. لا اله الا الله محمد رسول الله. علي اللي من العرب ساكنه في براريك يا راجل، في براريك. اتقوا الله اتقوا الله. رجع يا شيخ مشايخ الشيوخ، بالنسبه للموضوع انا اللي حمره والله ما ناكل فيه. ايوه عندي كسترول راقي وما... وبالنسبه للموضوع فندق ما فندق، وانت بينا نسكن في براريك؟ نحن ناس يجونا ناس من برا وسفراء ودنيا وعالم، فنبوا مكان كويس استقبلوا، وحتى الحلويات وراسك منذوق فيه. هاي يا رتك من غير ذلك في يدي ما درته حق بصيره. معلش يا شيخ، انت معك مرض الشيخ؟ هذا الشيخ ابو معيرقه. معلش يا شيخ ابو معيرقه، خلي يا شيخ مشايخ الشيخ وقته هو، خليه يشيخ يتكلم. شيخ مشايخ شيخ ما تكلمش انت معلش. ايوه البلاد انقعرت قعرت انقعرت من كل تركيله. اللي نوضي سكر النفط، واللي نوضي سكر الميه، واللي نوضي سكر الكهرباء. علي اليمين عندنا طريق متزوزه، سكروا طريق وخلوا طريق، ما انا صغيرين سكروا النفس وهو مقطع مقادي. متزوزه؟ اي نعم متزوزه. لا بالنسبة سكر ومسكر وهذه يا سيدي ندور لها تسكير. لا دور سيدي العرب تسكر منها وتحط منها الأول والتسكير. هذا العرب ما في أني ما أضربه بعصا واحدة. شيخ مشايخ الشيوخ هذا يعرف كل شيء منها. ها هذا فاش يخرف فاش يخرف. قولي خير بش يبيه شيبه مننا منقر تي شيبيني شيبين هذا كوم جماعة القبعات البيض شبعت وجهه تعلمي علمك يا رجل. قالوا شيخ مشايخ شيوخ المشارمين المواضيع هذين مشهورين، انت جاي تدرس معايا وتحكي لي في امور هذه، احكي حاجه كويسه يا اخي. يا سلام شيخ مشايخ الشيوخ يا عليك ما خطر احرف. قالوا ملك ملوك افريقيا وخلاص. احنا كما تقول. اسكت يا راجل، خلي شيخ مشايخ الشيوخ يكمل مشاخه. قصي كلامه. قررنا شكل مجلس الشيوخ يستلم السلطة في البلاد. كيف الكلام يا شيخ مشايخ الشيوخ؟ يعني انتوا تحاولوا هك ونحن نشد الدمار. هي نعم يس ونسير المركب. لا ما سير من سير، هذا التسير هذا في الله ما في حد يقدر يسير شيء الا بمشيئة الله. ما تسير هذا والمركب ما مركب، ما تخلي الا مركب، لا تخلي الناس يجيب من هنا وتحط من هنا وخبر منطلق في بعضهم. ها هذا فاش يخرف فاش يخرف يا شيخ فاش يخرف. ايش قلت؟ والله يعني كما تقول يعني فكره كويسه يعني، لكن لازم نعرضوها على المؤتمر ويصوتوا عليها 200 عضو، ولازم يصير النصاب القانوني باش ننفذوا الموضوع السلطه هذا. يا سيدي انت اعرض الموضوع على المؤتمر وردوا علينا، وننصحك خلوها سلميه خير. هيا جماعة اقعدوا للغدا يا عرف. لا لا ما علينا مقعد. مرحبا. رحبك والله معجب بيك. انا عندك صفحة على الفيسبوك؟ عندي. شنو اسمك؟ الرجل الدلعبي. رجل الدلعبي. انت عندك صفحة على الفيسبوك؟ عندي. اسمك ايش؟ الرجل التمساح. رجل التمساح. عندك صورة شخصانية؟ صورتي على الفيسبوك تلقاها حمامة لابسة نظارات. حمامة لابسة نظارات. الحمامة ما عندهاش واثنين وانا تحط النظارات. دير عدسات لاصقة. عدسات لاصقة. اقعد الغدير. علي اليمين ما عندي مقعد. قول لي انت فاش تخرف خرف ايش؟ السلام عليكم. حمامة لابسة نظارات. تظن مامتك عندها شيوخ هذو؟ الله يعليك حالك. خير يا جماعة؟ هذا يا سيدي شيخ مشايخ الشيوخ يبي السلطة، تصور رد بالله. تقول له برا روح يا رجل. وين بنمشوا احنا؟ نقص نقص راه يلعب فيك العزل السياسي. خطر على الفقيه شي حالة. فقيه بدا عليك اللي ما يندس شي، كيف عرفها؟ Thank you.
يا جماعة تمديد ما تمديد ما عش تعبوا عليه، كان شي تبوا تقعدوا برات الوجه؟ يعني شنو؟ شكله جماعة شيابين لعبوا في دماغكم مالا. اسمعوا يا جماعة، من رأينا تمديد ما تمديد اللي هذا عاد يتمدد في حوشة يا سيدي. مظبوط، نحن قاعدين أشاء من أشاء وأبى من أبى، الموت مرة يتمدد يتمدد. يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. اتذكرها الوحدة بتاع التجربة الكورة النحاسية، الوحدة هذه اللي تخش فيها الكورة هذه تخش في الحلقة. صح عليك الحلقة. يتمدد بالحرارة ينكمش بالبرودة، ها؟ نحن ماناش متحركين لنختاروا لجنة الستين. مظبوط كلامك، هذا هو الكلام الصحيح. انتوا يا جماعة نسين ان نحن دارين جمعية وفي اللي مازال ما قبضهاش لعن توا، نسينا هذه؟ ايه مزبوط، حق مزبوط صحيح، انا لتوا مازال ما قبضتهاش، فبسم الله مش تسلموا المؤتمر وتريح عليا، فبسم الله وانتم كل واحد قاعد في مكان، واحد في الشرق واحد في الغرب، لعكم باهي والله. يا جماعة غير فهموني بس، أنا حكيت لكم على اجتماعي مع شيخ مشايخ الشيوخ، ونظني أنت شفته لما شيخ مشايخ الشيوخ لما خشيت علي، صح ولا لا؟ ها؟ فضل والله شاف شيخ مشايخ الشيوخ لما خش علي، شفته ولا لا؟ يا جماعة هذا شيخ مشايخ الشيوخ، شيخ مشايخ الشيوخ هذا تحت منا القبائل كلها، والله لا كل شيء في يده. لكن أنا من رأي يعني تطلعوا سلميا خير من يطلعوكم تسليطيا. تفضلوا. يأس يا جماعة، الموضوع واضح، الوضع الأمني المدهور مخلي الناس متعقدة منكم وكرهتكم. صلحوا وضعكم الأمني، الناس ترضى عليكم وتحبكم. كيف تبي الوضع الأمني يتحسن والشرطة راقدين في حياشهم؟ كيف يجي هدي؟ أنا من رأيي يا جماعة لي بدي يكون عندك موسع صدر، لأن لما أنت تبي توصل، عرفت كيف أنت مركز معي ولا أنت؟ لما تبي توصل الفكرة بتاعك، الفكرة لا واحد اسمعني، الشرطة ضروري منها أي واحد. تتكلم كل ما تتكلم أنا يجي واحد يقطعني، تعطونا مساحتنا يا أخي، تخلونا نوصل الفكرة بتاعنا. اللي يكلم فيكم دكتور تشيني زعلنا لك الكلمتين ابو النار ولا شيء. يا جماعه وسعوا بالكم، تفضل يا دكتور حسن وصل الفكره نتاعك. شكرا يا هاش، شكرا. يا جماعه رانا نحن مركزين على جوانب اخرى ومسيبين الجانب المهم، الموضوع ما انا الموضوع هذا اللي يتلحل نهائي وجذري، ما فيش نستوردوا شرطه سنيه، شو رايك يا جماعه؟ باين انا مش مرغوب فيها، هيك واضحه، قاعده واضحه، كل ما تكلم ضروري واحد يطلع لي في النص كي. ها موافقين ان شاء الله يا سيدي؟ تبين يا استاذ احترمنا شويه، اللي كلم فيك دكتور يا اخويا. مش عارف كانك عايز فيها لوك 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 امس فيها يا سيدي. السلام عليكم. خير ازعل؟ تزعل الدب ما تعدلش عليها، تعبان يا رجل، يشرب في قهوه وعصاير ويتلع لي غرفتي، يشجل على غرفتي، الله العظيم. دكتور تقول عندي مشيت شعرك ولا اللي رايح تقول لي في الجعب علي اللي مين ما يبكي اللي عليه سباكه يعلق على الرئيسي. أهم الدول الخليجية جايبين شرطة من تايلاند ومن الهند ومن كل مكان، نحن نجيبوا سينيين يا سيدي. والسيني ما يكلفك شيء، بوكالة وشربة قول يكلفك 300-400 دولار، قول 500 دولار يا سيدي. وزعمك الصيني يمشي معانا؟ يمشي يا راجل يمشي، وكان استك نردوا لهم ونجيبوا غير. تو ايش معنى صينيين؟ كان قم تجيبهم من الدول الثانية يا سيدي. قلت لي ليش الصيني؟ قلت لي ليش الصيني؟ أولاً الصينيين استوية في الكاراتيه، يعني كان واحد طلع بندقة يدير له شوية حركات كيف هو منه، هذه وحدة. وثانياً يشبوا بعضهم. إيه حق والله، يشبوا بعضهم أكلهم. وحتى لما يضرب واحد دورات هذوما لا قبيلة لا يعرفوا حبال سووا طحن في بير، لا الدم مغطي العيب، لا مسارات، لا يعرفوا شيء. والله فكرة كويسة، ليش ما نبغاش في الجزر الجاية؟ كيف يا رجل؟
على سبيل المثال شرطي اسمه تشينغ بينغ وينغ. تنا يا جماعة عندي أفكار والله عندي، بس مش قادر ندوي، خنقيني في المؤتمر مش قادر. تشينغ بينغ وينغ هذا ضرب واحد اقتله، دور عاد عيت تشينغ بينغ وينغ باش يديروا لك مسار، دور. يعني باختصار اللي ينضرب يريح فيها. والله يا بصراحة عجبتني الفكرة، فكرة مليحة، خليهم يلمون المجرمين والخنابة. كيف يا أفكار، أنا عندي غريبة بكرة بس ما فيش حد يسمع فيها. السلام عليكم. رقم الغرفة 206. كم رقم الغرفة؟ 206. تحقق حاجة أخرى؟ لا بارك الله فيك. أوكي السلام عليكم. صح عليكم. 206؟ مش 206 هذه تاع دكتور حسن؟ ما حتى هو يشرب في قهاوي وعصاير مغليات ويدف عليه. خلونا في الجانب الأمني. قلت لي كيف أنت يلم المجرمين والخنابة؟ تليفون. تليفون. يا راجل مش أنا من بيش نكلم؟ من اللي كمن؟ خالتي. خالتي. خالتك. خالتك ما تقدرش تقولها راقد والله عنده اجتماع والله. يبوك ضروري. كنت تلحم أنت ولا شنو؟